نتوجه لزيارة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمه الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك اشهد واشهد الله انك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاة امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحه واعطيت غايه المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء. وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليّ وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيره من امرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله واوليائه في منازل المخبتين فانه ارحم الراحمين السلام عليك يا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ايمانا واقومهم بدين الله واحوطهم على الاسلام اشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولاخيك فنعم الاخ المواسي لاخيه فلعن الله امه قتلاتك ولعن الله امه ظلماتك ولعن الله امه استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمه الاسلام فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والاخ الدافع عن اخيه المجيب الى بطاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبوله وحياتي بهم طيبه وادرجني ادراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زياره مشاهد احبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصل يا رب على محمد واله الطاهرين